بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وبناتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني مع إطلالة عيد الفطر السعيد أن أهنئكم بهذه المناسبة الفضيلة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا وعلى وطننا العزيز، وهو يرفل بأثواب العز والميت وعلى أمتينا العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يجعلنا ممن تقبل الله تعالى صومه وصالح عمله، ففاز بمغفرته ونال مرضاته، وأن أجدد باسمكم وباسمي توجيه تحية تقدير وإجلال وإشادة وفخر إلى أخواننا وأبنائنا وبناتنا الأبطال ممن سخروا أنفسهم لخدمة الوطن والمواطنين، فكرسوا جهودهم المخلصة لما واجهت وباء فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره وبدء انتشاره بكل مهنية وشفاه واخرى، مواصلين الليل بالنهار، ولا سيما الكوادر الطبية والتمريضية والإجهزة الصحية ممن هم في الخطوط الأولى المواجهة والمباشرة، ولكافة القطاعات الأمنية وأفرادها من رجال الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإدارات العامة للإطفاء والوزارات المعنية الأخرى والجهات الرسمية والأهلية والهيئات والجمعيات الخيرية والتعاونية الذين ساهموا بجهودهم الحديثة لاحتواء هذا الوباء. وأجد من الضروري أن نسجل بكل الفخر وعظيم التقدير والامتنان لمن توفاهم الله وهم في مواجهة هذا الوباء، ونحتسبهم عند الله من الشهداء بما قدموا وكذلك أصيبوا، ونسأل الله لهم وللجميع الشفاء. كما أستذكر بالشكر والعرفان المساهمات المالية والعينية التي تقدم بها أهلنا لدعم مكافحة وباء كورونا المستجد، إذ بفضل الله تعالى وتوفيقه ثم بفضل هذه الملحمة الوطنية التي سطرها أبناء الوطن العزيز بتلاحمهم وتفانيهم وعطائهم، فإننا واثقون بتجاوز هذه المحنة. وأود هنا أن أشير بأسف بالغ إلى ما تبثه وتداغلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من مغالطات وإساءات مؤذية لا تتفق مع حرمة الشهر الفضيل ولا مع خطورة الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد، والتي لا تمثل إصلاحا أو تقويما لما يثار. وأدعو الجميع إلى الالتزام بسوء الرسالة الإعلامية والحرص على ممارسة دورها الإيجابي المسؤول في دعم المجهود المشترك لدحر هذا الوباء والقضاء عليه. إن هذه الجانحة التي يمر بها وطننا العزيز
والعالم أجمع وبكل قساوتها وآثارها، تستدعي منا وكما ذكرت لكم في مناسبة سابقة استخلاص المواعظ والعبر. فعالم الغد بعد وباء كورونا لن يكون على ما هو عليه قبل هذه الجائحة، وإنما ستترك تداعيات مباشرة ومؤثرة محليا وإقليميا وعالميا على مختلف نواحي الحياة، سواء منها الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها. الأمر الذي يفرض على الحكومة وعلى مجلس الأمة وعلى كل مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة اعتماد نهج جديد لمواجهة هذا التحدي الجاج، نهج يعيد رسوم الكويت للمستقبل، يطال نمط حياتنا وسلوكنا، ويستهدف تصويب مساراتنا عبر خطوات فعالة تنسجم مع متطلبات هذه المرحلة وتداعياتها. ولن يتأتى ذلك إلا بالتعاون والتعاضد وتضافر الجهود وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس وتقديم المصلحة الوطنية العليا وجعلها فوق كل اعتبار. إخواني وبناتي، أنتهز هذه المناسبة لأشيد بإخواني وأبناء المواطنين الكرام والمقيمين على ما أبدوه من تفهم لكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الجائحة، والتزامهم بها وتقيدهم بالإرشادات الصحية حفاظا على سلامتهم وصحتهم وعلى مصلحة الوطن. وسيسهم هذا السلوك الواعي والمسؤول بإذن الله تعالى في الإسراع إلى عودة الحياة الطبيعية التي نتطلع إليها جميعا في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. إننا على يقين بأن المولى عز وجل سيرفع هذه القمة عن عباده برحمته ومنه وفضله، وعلينا استشعار الفرحة والابتهاج والسرور بالعيد السعيد واستنهاض روح الأمل والتفاؤل وبث ذلك في نفوس أسرنا وأقاربنا، سائلين المولى جل وعلا في هذه الأيام المباركة أن يحفظ وطننا العزيز من كل سوء ومكروه، وأن يرفع هذا الوباء ويزيل هذه القمة عنه وعن البشرية جمعاء، ويوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمته ورفعته وتحقيق كل ما نرجو له من تقدم وازدهار ورخاء. وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.